معاكم الدكتور عمرو جوده استاذ انف اذن كليه الطب جامعه عين شمس. حاول طبعا اعلم اقول للناس شويه معلومات ظريفه بالنسبه للعيان اللي عنده مشاكل في الجيوب الانفيه. بينتشر عندنا في مصر جدا جدا امراض الحسيه. ناس كتير تيجي تقول لك مناخيري مسدوده، انا عندي التهاب في الجيوب الانفيه. القصه مش التهاب في الجيوب الانفيه خالص، هي حساسيه مزمنه. نسبه التدخين في مصر عندنا عاليه، نسبه التلوث في الجو عاليه، ومعظم العيانين دول لو احنا بس خدنا شويه احتياطات بسيطه، البعد عن التعرض للدخان، البعد عن التدخين، لو حد مربي قطط او كلاب في البيت، المشكله شعر قطط والكلاب ده بيبقى عليهم بروتينات بتسبب حساسيه ساعات لغايه 6 شهور. الحاجات دي لو قدرنا نستبعدها من جوه البيت هيقلل الحساسيه جدا جدا لاولادنا ولاهالينا كلها. في نفس الوقت استخدام بخاخات الحساسيه الموضعيه وغسيل محلول الملح للانف بيشيل جدا جدا من اسباب الحساسيه، وبالتالي بتلاقي الجيوب الانفيه بترجع لطبيعتها، الصداع بيروح، النفس بيتحسن، الافرازات بتتحسن. الحاجه الاهم برضو ابتدى ينتشر في الاونه الاخيره شويه التهابات فطريه في الجيوب الانفيه، ودي ساعات للاسف العين بيهملها، مناخيره تبقى مسدوده، عنده لحميات، بيتاخر عبال ما يجي لنا في انف اذن. فلو سمحت لو مناخيرنا مسدوده او ابتدت تحس بروائح كريهه جوه الانف لازم تجي لنا على طول. لساعات بعض العين لما بيسيب نفسه بتدخل على العين ويحصل نوع من انواع البروبتوزس او جحوظ في العين، ودي من الحالات اللي لازم يحصل فيها تدخل جراحي سريع جدا، وبيبقى سببها عاده نوع من انواع الاهمال. فنرجع للاساس ان انا لو انا عندي حساسيه في الانف، لو عندي انسداد في الانف، لو عندي اعراض صداع، كل دول لهم مليون مرض يعملهم. للاسف كل الناس بتسميها دايما التهاب مزمن جيوب انفيه، لا انا لازم احدد انا حساسيه، انا التهاب مزمن، انا التهاب فطري، هل انا بكتيري، هل انا فيروس، وكل واحد من دول هيبتدي له علاج مختلف وطريقه مختلفه. مش كل الحاجات بتتحل بالعمليات، في حاجات بنديها ادويه، وفي حاجات بنعمل تدخلات جراحيه بسيطه، وفي حاجات عندنا محتاجه متابعه ساعات تمتد لغايه 7 سنين و10 سنين لغايه لما نطمن ان اللحميات او التهاب دي ما رجعتش ايه تاني. نتمنى ان احنا كنا وصلنا بس معلومة ايه بسيطة للناس، وشكرا جزيلا.